السلام عليكم. في بعض الأحيان تقوم بإشعال الكمبيوتر وبدون سابق إنذار تأتيك هذه الرسالة هنا: فشل في إقلاع الويندوز أو قم بتصليح الويندوز. فتوجد طريقة لإصلاح إقلاع الويندوز. سنبدأ بطريقة سهلة هنا في هذا الفيديو، وهي الطريقة الأولى. وأما الطريقة الثانية وهي استعادة نقطة النظام، فسأترك لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. فسنشرح في هذا الفيديو طريقة وإصلاح إقلاع الويندوز بصفة عادية وبدون فورمات للكمبيوتر، حيث موضوع حلقتنا اليوم هو المشكل هو عندما تقوم بإشعال الكمبيوتر فتأتيك رسالة فشل في إقلاع الويندوز، ثم يقوم الكمبيوتر بإعادة التشغيل لوحده ولا يقلع الويندوز. فأول خطوة نقوم بها وهي قم بإطفاء الكمبيوتر وقم بالضغط على F8 عند الإقلاع. قم بإطفاء الكمبيوتر واضغط على F8 على الكيبورد، فتخرج لك هنا هذه الواجهة هنا Repair your computer، يعني تصليح جهازك الكمبيوتر. نقوم بالضغط عليها هنا وننتظر حتى يتم تحميل ويندوز لملفاته. حيث يبدأ في تحميل ملفات النظام، وبعدها سيفتح معنا ويدخلنا على واجهة هنا، ونقوم بإدخال اللغة هنا ثم نضغط على نكست. وإذا كان لديك على جهازك الكمبيوتر رقم سري من قبل فقم بإدخاله ثم نضغط على أوكي. تخرج لنا هذه الواجهة هنا Start Repair ثم System Restore. فإصلاح الويندوز بهذه الطريقة، رابط الفيديو في صندوق الوصف. سنشرح هنا System Restore، وهي عندما تقوم بتثبيت برنامج أو عندما تقوم بإعادة الويندوز إلى نقطة استعادة النظام على حسب التاريخ الذي تريد إرجاعها فيه. لو قمت بتنصيب برنامج دار على الكمبيوتر وتم إتلاف نظام الويندوز، فعند الضغط على هذه هنا فسيتم إعادة نظام الويندوز قبل تنصيب البرنامج. فنحن هنا سنقوم بالدخول على Start Repair، وهذا لإصلاح الويندوز، وننتظر حتى يتم البحث عن المشكل. سنقوم بتسريع الفيديو حيث أن البحث طويل. وقد جاءتنا هذه الواجهة هنا: تم أو ريستارت أو قم بإعادة تشغيل جهازك الكمبيوتر، يعني التصليح أو الريبير قد تم الانتهاء منه. تقوم بالضغط على فينيش، وبعدها يفعل ريستارت للكمبيوتر. ننتظر حتى يتم إقلاع. فأما بالنسبة للذين لم يحل معهم المشكل، فسنذهب إلى الطريقة الثانية، وهي عند Restore أو System Restore. فهذا الشرح إخواني سنشرح في الفيديو القادم إن شاء الله، وسأترك لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. فلا تنسوا إخواني بالدعم والاشتراك، والسلام عليكم.